إذن عن الأزمة في أوكرانيا ومحاولات كسب الوقت للضغط من الطرفين لتحصيل أكبر المكاسب، ينضم إلينا عبر سكايب من بروكسل الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منتصر البلبل. دكتور منتصر، مرحبا بكم. يعني كما تابعتم آخر ما خرج به وزراء خارجية حلف الناتو الذي عقد اجتماعهم في بوخارست أنهم لن يتراجعوا عن دعم أوكرانيا، في هذا الإطار دكتور، هل قرر الغرب الذهاب لأبعد مدى في الحرب الأوكرانية برأيكم؟ أولا تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة وللإخوة المشاهدين السادة المشاهدين. طبعا موضوع الاجتماع الأخير الذي طبعا حضره وزير الخارجية الأوكراني كان تصميم من حلف الناتو ومن الاتحاد الأوروبي على دعم أوكرانيا بكل وسيلة، وهذا تعليق كما أيضا علق عليه المستشار الألماني لأنه لن يسمح لروسيا بالفوز بهذه الحرب. وأيضا هناك تعليقات كثيرة من مسؤولين غربيين ومسؤولي الناتو أن دعم أوكرانيا لن يكون له حدود وسوف يكون هناك دعم مباشر، والآن يدرس موضوع دعم أوكرانيا بالطائرات الاستريبيتل، يعني الطائرات الحديثة MiG-29 أو F-16. وهذه التطورات هي اتخذت أوروبا اتخذت أو حلف الناتو اتخذ قرارا بتحجيم روسيا لعدم الأول، لأن روسيا اعتمدت أكثر من اللازم وأصبح خوف الأوروبيين أو خوف الاتحاد الأوروبي، خوف أنه إذا تفوقت في إذا لا سمح الله في أوكرانيا فازت حرب فإنها سوف تذهب إلى بولندا وسوف تذهب إلى لاتفيا والإستوانيا ودول البلطيق والسويد وفنلندا، هؤلاء كلهم عندهم خوف أصبح من هذه المنطقة، فهناك قرار طبعا بدعم أوكرانيا بكل وسيلة. دكتور، يعني هنا في هذا المفصل موسكو أعلنت أكثر من مرة أن الدول الداعمة لأوكرانيا لا سيما من يمدها بالسلاح بمثابة إعلان حرب على روسيا، هل يدخل ذلك روسيا بمواجهة محتملة مع بريطانيا التي أمدت أوكرانيا بصواريخ متطورة؟ لا أعتقد أصبح لدى روسيا القدرة على خوض حرب أخرى، خاصة عندما سوف تخوض مع دولة كبريطانيا أو أمريكا أو حلف الناتو. لا أتوقع، التسعة أشهر أنهكت الماكينة العسكرية الروسية بشكل كامل، أنهتها بشكل كامل، وهناك نقص كبير في العتاد وفي الصواريخ وأصبح هناك تململ داخلي من هذه الحرب، وأصبح هروب من الجبهات، أصبحت روسيا تعتمد ليس على الجيش النظامي وإنما تعتمد على مرتزقة فانجر ومرتزقة قديرف. أصبح هناك يعني مجال كبير جدا، ولا أتوقع ولا بأي وقت أو وسيلة أن روسيا سوف تدخل بمواجهة مع بريطانيا أو مع حلف الناتو، لأن هناك. أما بالنسبة كون روسيا منذ فترة طويلة تعتبر الناتو أنه دخل في حرب، ودعمهم لأوكرانيا ودعمهم حصرا إلى أوكرانيا جاء على ما أعتقد لإعطاء إشارة لبوتين أن يلتزم حدوده وأن لا يتجاوز أكثر من اللازم، يعني أن إذا سمحوا له بأن يأخذ أراضي من أوكرانيا سوف يتمادى ويأخذ أراضي من إستونيا أو من ليتوانيا وهي ضمن حلف الناتو. طيب دكتور، وهذه سوف تكون مشكلة حقيقية، ولا أتوقع روسيا أو بوتين يتجاوز أوكرانيا. دكتور، تعتقد أن التقدم العسكري الأوكراني في مناطق سيطرة روسيا حافز لاستمرار الدعم الغربي؟ تعتقد ذلك؟ يعني هو ليس هناك تقدم، يعني بالنسبة للروس الآن بتراجع أو عملية دفاع، تقدم نهائيا لا يوجد لدى روسيا. التقدم العسكري الأوكراني وليس الروسي دكتور. من أربع نعم. عفوا السؤال؟ لا، قصد التقدم العسكري الأوكراني وليس الروسي. طبعا عفوا، طبعا التقدم الأوكراني طبعا سوف يفرض شروط، يعني الغرب لا يريد أوكرانيا عندما تقعد للمفاوضات مع روسيا أن تكون بحلقة ضعيفة، أنه يريدها من منطلق قوي جدا وهي استعادة أراضيها، وعندما تجلس على طاولة المفاوضات تكون من منطلق القوة. لهذا السبب أوروبا تدعم أوكرانيا، والتقدم الأوكراني يعني نقطة بنقطة يتقدم، حتى صرح رئيس الوزراء وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الأوكرانية أن الشتاء والبرد لن يوقف تقدم الجيش الأوكراني، سوف يتقدمون، وأعين الأوكران الآن على ماريوبل وعلى القرم، وقد صرح نائب رئيس الأوكراني يعني
أن إلى الربيع القادم سوف تكون القرم أوكرانية. يعني هنا هذه تصريحات قوية ونارية، يعني تعتبر، يعني هنا لا يصرح مسؤول أو جهة أو قائد عسكري بهذه التصريحات إلا إذا كان هناك يعني شيء يرتب أو عملية عسكرية يستعدون لها. يعني إذا ما بنينا على ما تفضلتم به دكتور منتصر، هل يمكن القول إن مساعي السلام التي تحاول بعض الدول من بينها طبعا تركيا في ظل هذا التعنت لن تحقق المرجو؟ هل هذا التوصيف صحيح؟ طبعا تركيا تحاول بأي وسيلة طبعا أن تعقد سلام مجد روسيا وأوكرانيا وتمسك كما نعتقد الخط الذهبي يعني من المنتصف، ولكن هناك طمع وهناك إمبراطورية وهناك بوتين. طبعا الرئيس الأوكراني صرح أكثر من مرة أنا جاهز للمفاوضات ولكن بانسحاب كامل، ببادر نية حسن النية من القوات الروسية أو من روسيا أو من بوتنا بسحب قواته إلى بعد الحدود الأوكرانية، يعني سحبه إلى الأراضي الأوكرانية وهو جاهز للمناقشات والسلام. وهذا صرح به أيضا الرئيس رجب طيب أردوغان عندما قال يجب على روسيا سحب قواتها إلى خارج الحدود الأوكرانية المعترف فيها دوليا. طبعا هناك تعنت، هناك مؤسسة عسكرية في روسيا يعني تعتقد وتحلم ببناء إمبراطورية روسية كبيرة، يعني إذا لم يكن هناك يعني وآخر الاحتمالات كان هناك تجهيز إذا لم يعلن الحرب أو لم يعلن الحرب على أوكرانيا كان هناك مشروع لبناء الحرب على اليابان، كان هناك عملية حرب إعلان حرب على اليابان، روسيا سوف تعلن الحرب على اليابان. لا. وهذا تقرير استخباراتي يعني صدر حديثا. دكتور منتصر، كما تعرفون روسيا تحاول استغلال دخول فصل الشتاء لرفع كلفة الحرب ليس فقط في أوكرانيا ولكن في أوروبا قاطبة، ولكن في هذا السياق هل تستطيع الولايات المتحدة أن تعوض أوروبا الغاز والنفط الروسي ومن ثم تقوي الجبهة الأوروبية في مواجهة روسيا؟ يعني طبعا نتحدث بصراحه كامله، اوروبا تقريبا 90% من الغاز الروسي والنفط الروسي اصبحت بغنى عنه، يعني اصبح لديها مصادر اخرى واصبح لها اكتفاء من عن طريق قطر، عن طريق النيجر، عن طريق دول اخرى. طبعا اصبحت هناك واصبح فقط 10% وكل خطوط الغاز والنفط نستور دين واحد واثنين مسكرة، فقط يوجد الخط الأوكراني الذي يمد وهو بشكل ضعيف جدا. يعني أوروبا أصبحت لديها اعتماد يعني عدم اعتماد كامل على الغاز، أصبحت له شيء. أما بالنسبة لدعم النفط طبعا أوروبا يعني تعتبر أن هذه مرحلة صعبة يجب أن تمر فيها أوروبا كي تنطلق إلى معدل جديد وهو الاستغناء عن الضغط والابتزاز الروسي الذي أصبح واضحا في أوروبا. أما أمريكا طبعا أمريكا وأوروبا طبعا تحاول بأي وسيلة طبعا عدم عمل توازن طبعا مع أوروبا في مسألة عملية استغناء الغاز واستغناء، ولكن يعني بشكل عام أوروبا أصبحت مستقلة بشكل كامل عن الغاز الروسي وعن النفط الروسي، أصبحت حتى أنها في الفترة الأخيرة فرضت سعراً محدداً وهو معادل 60 دولار أو ورفضته بعض الدول وقررت أن يكون 30 دولار حتى تحصل النفط الروسي ب 30 دولار أو 50 دولار للبرميل واحد، وهذا يعني عقوبة لروسيا إذا رفضت روسيا هذا. فلن النفط الروسي والغاز الروسي لن يمر مضيق من المضايق، سوف يتذكر، واهم شيء مضيق تركيا، مضيق المضايق التركيه لن تسمح بمرور النفط الغير مؤمن او الغاز الغير مؤمن، وهذه مشكله كبيره لروسيا. روسيا فقدت 90% من انتاجها من صادراتها للنفط والغاز على مستوى العالم، وهذا خساره اقتصاديه وخساره هائله. طبعا هناك مشاكل في اوروبا طبعا، ولكن اوروبا تحاول تلافيها بشكل كبير جدا وتسعى الى هذا، واتوقع يعني المرحله هذه مرحله عبور الى ضفه الامان اتوقع من اوروبا. يعني عبر سكاب من بروكسل الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منتصر البلبل، شكرا جزيلا لكم.